مقاومة أحمد باي في الشرق الجزائري. تعريف الحاج أحمد باي: ولد الشيخ أحمد باي سنة 1786 بقسنطينة، وهو كرغولي أي من أب تركي وأم جزائرية. حفظ القرآن وتعلم قواعد اللغة العربية، كما شب على ركوب الخيل وممارسة فنون القتال. شارك أحمد باي في مقاومة الفرنسيين في معركة الصطوالي، وبعد سقوط العاصمة عاد إلى قسنطينة وقام بتحسينها وبناء الخنادق والثكنات وتعبئة السكان للمقاومة. امتدت مقاومة أحمد باي ما بين 1832 إلى غاية 1848، وقد مرت بمرحلتين أساسيتين هما: أولا مرحلة القوة 1832-1837. في 8 نوفمبر 1836 شن الماريشال الفرنسي كلوزيل الحملة الفرنسية الأولى على مدينة قسنطينة، حيث جند لها الحاج أحمد باي 6000 مقاتل و30 مدفعا، وانتهت بانتصار أحمد باي وهزيمة كبيرة للاستعمار الفرنسي، كما ترتب عنها عزل الماريشال كلوزيل. أسباب انتصار أحمد باي في 1836 تتمثل في حصانة موقع قسنطينة الطبيعي، بحيث أنها تحميها الجبال من جميع النواحي، مساندة سكان قسنطينة لأحمد باي، وانقسام الجيش الفرنسي إلى جبهتين شرقية وغربية. المرحلة الثانية مرحلة الانهزام وسقوط قسنطينة ما بين 1837-1848. بعد عقد معاهدة التفنى بين الجنرال بيجو والأمير عبد القادر في 30 ماي 1837، جمع الفرنسيون أكثرية قواتهم من الجهة الغربية وهاجموا قسنطينة للمرة الثانية سنة 1837، وكان الجيش الفرنسي أكثر عدة وعددا مقارنة بالسنة الماضية، حيث تكون من أكثر من 13000 جندي فرنسي مزودين بالمدافع والأسلحة المتنوعة. تم حصار مدينة قسنطينة من طرف قوات الاحتلال لمدة 8 أيام، وضربت أسوارها بالقنابل لمدة 4 أيام، مما مكن الفرنسيين من فتح ثغرة تسللوا من خلالها إلى داخل مدينة قسنطينة في 13 أكتوبر 1837، وبذلك أصبحت قسنطينة تحت سيطرة الفرنسيين. تلقى الحاج أحمد باي عروضا من الفرنسيين يدعونه فيها إلى الاستسلام ونقله إلى إحدى البلاد الإسلامية، إلا أنه رفض هذه العروض وقرر أن يواصل مقاومته حتى النهاية، فتوجه إلى الجنوب متنقلا بين الأوراس والصحراء. في سنة 1848 بدأت مقاومته في الضعف وتدهورت صحته، وألقي عليه القبض من طرف الفرنسيين في 5 جوان 1848، ووضع تحت الإقامة الجبرية بمدينة الجزائر العاصمة إلى أن توفي سنة 1850، وبذلك انتهت مقاومته في الشرق الجزائري.